والمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبير في الاقتصاد السياسي دكتور أحمد ياسين. تحياتي لحضرتك يا فندم. يعني كيف قرأت نبأ تسجيل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، أكبر زيادة منذ حوالي 41 عاما، وماذا يعني ذلك على يعني قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي ينعقد الأسبوع القادم؟ يعني كان هذا متوقعا منذ الحزمة الأولى، منذ فرض الغرب الحزمة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا. نعم. إذ كان على الغرب أن يدرك جيدا بأن روسيا هي بالتأكيد ليست أي دولة عادية يمكن أن يفرض عليها عقوبات اقتصادية. هي أكبر منتج للنفط في العالم، كذلك أيضا روسيا تعتبر منجم الاقتصاد العالمي، وهي تمثل أهمية حساسة جدا في تحقيق واستمرارية تحقيق التوازن في الاقتصاد العالمي، خصوصا وأن روسيا لا تنتج فقط مصادر الطاقة، كذلك أيضا السلع الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي بالنسبة للدول الفقيرة. لذلك فرض مثل هذه الحزم المتتابعة من العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا كانت هي السبب الأساسي والمباشر لمستويات التضخم غير المسبوقة التي نشهدها حاليا في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية. ومن المتوقع أن يستمر مستوى التضخم في الارتفاع انطلاقا من كون أن هذه الحزم لا يبدو أنها تتلاشى أو ربما ما زال يعني يتحاور ويحاول أن يزيل العقبات والخلافات بين الدول الأعضاء لكي يفرض عقوبات على الواردات الأوروبية من النفط الروسي. ومجرد يعني عقد مثل هذا الاجتماع بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، نرى أن أسعار النفط قد يعني ارتفعت بمستويات أعلى بكثير، ما يشير بوضوح إلى أن الغرب ارتكب خطأ جسيما في فرض مثل هذه العقوبات الاقتصادية على روسيا. طب إذا دكتور أحمد، في ظل هذا الوضع، ما هي السيناريوهات المتوقعة لاقتصاديات العالم في الفترة المقبلة، وفي المقابل ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحتواء يعني هذه الأزمة وهذا الموقف بأسرع وقت؟ يعني الوضع جدا جدا حساس وصعب. البنوك المركزية في التكتلات الاقتصادية العالمية الرئيسية تعمل جاهدة للتخفيف من أعباء ارتفاع مستوى التضخم من خلال تغيير وجهة السياسة النقدية لديها، ولكن السياسة النقدية لا تكفي لمواجهة مخاطر ارتفاع مستوى التضخم. لذلك هناك مخاوف كبيرة جدا بأن الاقتصاد العالمي، وهنا أذكر بالتقرير الأخير للبنك الدولي الذي خفض فيه توقعاته بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي من مستوى كان يزيد عن 5% إلى حوالي 2.9%، ما يشير بوضوح إلى أن هذا الوضع بالتأكيد حساس وصعب جدا، وهناك توقعات بأن خاصة منطقة اليورو، لأن البنك المركزي الأوروبي يعني قرر في نهاية برنامجه لشراء السندات، لشراء الديون. طب معلش دكتور أحمد، يعني قلت أن السياسة النقدية وحدها لا تكفي، ماذا يجب على الدول اتخاذه بجانب السياسات النقدية الإصلاحية؟ يعني بجانب السياسة النقدية المناسبة لمواجهة مخاطر ارتفاع مستوى التضخم، يجب قيام الحكومة أسوة مع البنوك المركزية في خطوات للتحفيز في نشاط الاقتصاد، خفض الضرائب كما تقوم حاليا الحكومة البريطانية، كذلك أيضا القيام بخطوات مكثفة ومتنامية لتشجيع نشاط المستهلك، لأن الاقتصادات المتطورة كما هو معروف هو يعني مدفوعة هذه الاقتصادات بعجلة نشاط المستهلك، وطالما أن مستوى التضخم قد خفف وأثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلك، لذلك هناك مخاطر كبيرة جدا بأن هذه الاقتصادات المتطورة بشكل خاص سوف تغرق في مرحلة من الركود الاقتصادي يعني غير معروفة في العصر الحديث، هي تعرف باللغة الإنجليزية ستاجنيشن، وهنا الربط ما بين ارتفاع مستوى التضخم والانكماش في النمو الاقتصادي. مثل هذا الوضع الاقتصادي بالتأكيد خطير جدا وسلبي، ومهما نشطت واجتهدت البنوك المركزية سياستها النقدية المناسبة لمواجهة تبعات مستوى التضخم
سوف لن تكفي لذلك المطلوب جهود مكثرة من قبل الحكومات حكومات هذه الدول. أشكرك جزيل الشكر الخبير في الاقتصاد السياسي دكتور أحمد ياسين، كنت معنا هاتفيا من لندن.